موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. قال ابن كثير رحمه الله: وأما في الرقاب فروي عن الحسن البصري ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي والزهري وابن زيد أنهم المكاتبون، وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه وهو قول الشافعي والليث. وقال ابن عباس والحسن: لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومالك وإسحاق، لأن الرقابة أعم من أن يعطى المكاتب أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا. وهذا الصحيح أنه يشمل الأمرين. وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة، وأن الله يعتق بكل عضو منها عضوا من معتقها حتى الفرج بالفرج، وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبا داود. حديث حسن. وفي المسند عن البراء بن عازب قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال: يا رسول الله، أوليس واحدا؟ قال: لا، عتق النسمة أن تفرض بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها. ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه، ووافقه الذهبي وهو كما قال. وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات. قال: وأما الغارمون فهم أقسام، فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بماله، يعني أجحف به، يعني أخذ جزءا كبيرا من ماله أو معظم ماله.
قال أو غرم في أداء دينه. يعني النوع الأول هو تحمل للإصلاح بين الناس حمالة، كان هناك خصومة ولم يكن هناك تراض على بذل المال من الطرفين، ولا تحل المشكلة إلا ببذل المال، فهو يبذل المال من عنده ولو دفعه من ماله أجحف به ضره، ضر ماله، فهذا يجوز أن يأخذ من الزكاة من سهم الغارمين أو غرم في أداء دينه. ضمن دينا؟ لا، هو الظاهر أنه أدى دينا، يعني غرم أن أصبح ملازما، أو إيه قلتني؟ غرم من تحمل في المال أو ضمن دينا فلزما. أيوة، تاني فأجحف المال أو غرم في أداء دينا أو في معصية ثم تاب، يبقى كده الصحيح. ده النوع الأولاني، ده اللي هو ضمن دينا فلازمه، يعني هو كان ضامن لواحد وبعدين أصبح هذا الدين عليه وأجحف بماله، ما قدرش يسدد، أصبح هذا المال مضيعا لماله هذا الدين، أو كان استدان لحاجته فغرم. هو كلمة الغرم أصلا معناها الملازمة، إن عذابها كان غرامة، يعني إيه؟ ملازما لصاحبه، فالغريم لأنه بيلازم صاحبه. أو في معصية ثم تاب، وإلا لو في معصية ولم يتب منها فلا يجوز أن يعطى. وكذا إذا كان في سرف ولم يتب، يعني في غير حاجة. قال فهؤلاء يدفع إليهم، يعني لازم تكون الحاجات والضرورات هو اللي بيستلف عشانها، مش بيستلف عشان التحسينات، مش عايز يغير، عايز يغير العربية مثلا ويغير التليفون وبعدين بقى عليه ديون، او جاب زي ما قلنا شقة ولا فيلا في الساحل الشمالي وعليه ديون وبعدين بقاش لاقي يسددها، نقول له بيعها، لان هذا ليس من الضروريات في الحياة ولا من الحاجيات. التوسع في تجهيز العرائس، هذا الباب باب فعلا مما يقع كثير من الناس في الدين به رعاية للوضع الاجتماعي وليس لأجل الحاجة. قال والأصل في هذا الباب حديث قبيصة، قبيصة ابن مخارق الهلالي، قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، كما شرحنا معنى تحمل حمالة في الإصلاح بين الناس. قال ها؟ وأجحف بمالي، يعني يا إما دفع الحمالة فأصبح محتاج، أو إن هو
لم يستطع أداء الحمالة من البداية. قال: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه فيقولون لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم. ومن هنا قال العلماء أن الشهادة على الإعسار تكون بثلاثة نفر، ثلاثة شهود عدول. من ذوي الحجة يعني من ذوي العقل والإدراك، يشهد أنه بعد أن كان ميسرا أصابته فاقة. وعن أبي سعيد قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، ابتاع يعني اشتراها، فكثر دينه. أي واحد بيشتري حاجة وبعدين ما تتباعش وهو عليه دين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتصدق الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. هذا دليل على أنه إذا ثبت الإعسار لم يكن للغريم حبس المدين طالما أنه معسر وليس مماطل. لذلك القانون الذي يحبس المدين إذا لم يسدد مطلقا ليس صحيحا، ولا يجوز استعماله إلا إذا كان عند هذا المدين مال أو عرض يمكن أن يسدد منه. فإذا لم يفعل جاز عقوبته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الواجد ظلم، أو لي الواجد ظلم، يحل عرضه وعقوبته. وقال: مطل الغني ظلم. والواجد يعني الذي يجد قضاء. يبقى عندنا إمتى يلجأ لقسمة الغرماء؟ عندما لا يكون هناك أي مال لذلك المدين بعد أن يتصدق عليه. فعند ذلك أو إذا لم يجد من يتصدق عليه، فيأخذون المال الموجود بقسمة الغرماء بأنصبتهم من الدين، وليس لهم أن يطالبوا بحبسه. إذا كان غنيا وواجدا وعنده أعراض يمكن أن يبيعها ليسدد الدين أو يدفعها في الدين، فهذا يحل عرضه وعقوبته إن أبى أن يبيع أو أن يسدد. قال عبد الرحمن وقال الإمام أحمد:
بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله، حتى يوقف بين يديه فيقول: يا ابن آدم، فيما أخذت هذا الدين؟ وفيما ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب، إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع، يعني لم آكل زيادة عن الحاجة. أول ما واحد ياخد فلوس الناس يروح يجيب عربية ويروح يعزم الناس في المطاعم الفاخرة، يوكل أكله أهله كل يوم، يعني الأكل الفاخر، يوم ما يلاقيش يسدد. يبقى ده مش هو ده؟ لم آكل ولم أشرب، إني أخذت فلم آكل ولم أشرب، أي زيادة عن الحاجة، ولم أضيع، لم أضيع المال في الإسراف. قال: يا ربي، فيقول: يا ربي، إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع، ولكن أتى علي يدي، يعني على ما عندي، يعني إما حرق وإما سرق وإما وضيعة، وضيعة يعني خسارة في التجارة. فيقول الله: صدق عبدي، أنا أحق من قضى عنه اليوم. فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته. هذا الحديث في المسلم. ممكن تعتبر الفلوس اللي عنده دي من الزكاة؟ لا. هل يجوز أن يعطى المدين من الزكاة بالخصم من الدين الذي عليه؟ هذا الرجل الذي يعطي الزكاة لابد أن يؤتيها، ولا يجوز له أن يبحث عن أسوأ ماله فيخرجه في الزكاة. المال اللي هو عند واحد معسر ده ماله، ده أسوأ ماله، ده مال شبه مفقود شبه معدوم، فبيدور هو أن يقي ماله الآخر بهذا المال الضعيف في الزكاة. لا يجوز ذلك. أولا ده لابد أن يؤتيه الزكاة، يعطيه الزكاة لسداد دينه ولا يشترط عليه، ما يقولوش أنا هديك علشان تسددني. أما أنه يخصمها ابتداء فهذا نقل ابن قدامة إما الإجماع وإما أو أن على قول جماهير العلماء أنه لا يجوز ذلك، أظنه إجماعا. حتى لو من البداية؟ لو من البداية يعني إيه؟ هو اداله الزكاة خلاص والتاني سدد له ماشي، مع ان دي فيها بعض العلماء بيمنع منها، لكن احنا بنتكلم على اللي بيخصم، يعني بيقول له: طب انا خلاص ايه، سامحتك في الدين، سامحتك في الدين من زكاة المال. لا يجوز، لانه لم يؤتي الزكاة، لانه هو ساعة ما سدده ده كان دين، العقد ده كان دين، ما ينفعش يقلبه زكاة وعطية. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم.